بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب الحكم العطائية للشيخ تاج الدين أحمد بن عطيلة السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبشيخنا في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقدك وترد فيه إلى وجود ذلتك. طبعا لا شك خير أوقات العبد التحقق بالعبودية. خير أوقات العبد التحقق بالاضطرار إلى الله والافتقار إلى الله. هو أساسا بقيل إلى الله وأنت أصلا عبد لله، بس أحيانا الإنسان من خلال نعم الله يكسب فقير. ربنا أنعم عليه مثلا بالمال ويفتكر إنه عنده أصيلة فيكسب فقير. يكسب فمحتاج يتحقق بقى يفتكر إن المال ده كله لا يغني عن الله شيء، وإن هو ما يقدرش يرجع له نعمة من نعم الله لو نقص منه. تصور واحد فقد عينه وعنده مال مهروم، يجيب عينه منه؟ فقد قدرته على النطق، يجيبها ازاي؟ ولو عنده مال مهروم فقد قدرته على انه يحرك شعره، ينشف لسانه، بيديله كده زي الخلع في المياه مش حركه. طب اصرف بقى مالك كله عشان ترجع حركه ايدك، ما تعرفش. فالمال ده عرض زائد ولا حاجه، ما يحجبكش عن افتقارك يا فقير. فاهم؟ فالاحيانا الانسان يكون متعجب كده، ربنا مديله عافيه قوه بدن، يقوم يبتدي ايه؟ يبتدي على خلق الله الضعاف، يمشي كده يضرب ده على امثال، يضرب ده بالشلوت، ما تعرفش تكلم مين؟ تكلم مين ايه؟ تراب ابن تراب، عدم ابن عدم، جاهل ابن جاهل، فقير ابن فقير، مضطر ابن مضطر، مخلوق ابن مخلوق، ادي بتكلم مين؟ وانت كده وانا كده، احنا كلنا نفس واحد. فاهم؟ ده احنا مرايه. اما تبص لي كانك باصص في المرايه، انت شايف نفسك فيا وانا شايف نفسي فيك. فاهم؟ فخير اوقات العبد التحقق بالعبوديه. اذا تحققت بالعبوديه كمل اضطرارك، فاذا كمل اضطرارك سارع الله لاجابتك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يبقى أول ما تستشعر، وعشان كده يقول لك الولي هو من لا تزول اضطراره، لا يزول اضطراره. شوف النبي أكثر المضطرين يقول: لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقي. شوف الاضطرار بعد كده، ده النبي مضطر لربه حتى في بربشة عينه، مش مستغني عن ربه في لحظة. وده النبي اللي هو قاسم والله معطي بهذا الافتقار، وعشان كده كان النبي يجاب قبل أن يرفع يده، لأن ربنا تعهد على نفسه أما يجيبه من الضر إذا دعاه. يبقى إذا تحققت بأوصاف عبوديتك وأخطاك بكرائم ربوبيته سبحانه وتعالى، يوم ربنا سبحانه وتعالى تحققت بجهلك، يوم يمن عليك بالعلم. تحققت بذلتك، يوم يمن عليك بالعز، ان العز لله ولرسوله وللمؤمنين. تحققت بضعفك، يمن عليك بقوتك. وهكذا كلما تحققت بأوصاف العبودية غطاك بأوصاف الربوبية. فهمت بقى؟ فيبقى أفضل خير للعبد مش وهو على فكرة بيذكر ربه وهو غافل، وهو بيقرأ القرآن وهو غافل، وهو صائم أو وهو قائم. لا، لو هو في لحظة كده استشعر افتقاره إلى الله، دي أقرب شيء تبقى لله في اللحظة، أقرب منك لله وأنت ثابت. لأن لما النبي قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ثابت، مش المقصود ثبوت البدن، ده ثبوت البدن والنفس والروح، تثبت تماما لله، يعني تعترف بكمال الافتقار
والالتصاق إلى التراب الذي منه خلقت فلا تملك شيء. ساعتها تبقى أقرب ما تكون إلى ربك. وعشان كده بيقول لك هنا خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود خلقتك وترد فيه إلى وجود ذلتك. وعشان كده المرض نعمة كبيرة للعبد. يا المرض، لأن المرض يسلبك العافية ويخليك متألم، واللي بيدعي وهو متألم يدعي دعاء المضطر. فشفت نعمة المرض نعمة كبيرة، لأنه بيردك إلى فاقتك ويردك من النعمة إلى المنعم. وعلى شكل أهل الأمراض المزمنة يوم القيامة لهم موقف مختلف تماما في الحساب عن أهل العافية. أهل العافية حيسألوا عن عافيتهم، لكن أهل الأمراض المزمنة المتألمين على طول دول أهل الله وخصاته، دول عافيهم دول على طول. ليه؟ لأنهم كانوا مفتقرين. جرب نفسك كده وانت مريض وضعيف وتعبان ومتألم وحد يعتدي عليك، كل ما يسألك صح؟ طيب جرب كده بقى وهو بيعتدي عليك وانت عافي ونايم وشبعان وشباب ومتهور وفي لك المنصب. يا اللي يرميني بالمية يرميني بالدم. التجرى يقول لي كده انت بتبص لي بصه مش عجباني، مش كده برضه؟ يبتدي يفتري ويظلم ويروح في داهيه. وعشان كده ربنا بيقول ايه للعبد؟ مرضت ولم تعدني، مش كده برضه؟ تشوف ربنا بقى بجلاله بيوصف لنفسه انه شاعر بعبده وبمرض العبد وبألمه كأنه هو اللي مريض. يا على قرب الله ولطف الله ورحمة الله بالعبد. في جلالة قدري يقول مرضت، ينسب المرض والمرض نقص وضعف وألم، وهو قاهر رب عباده من باب التنزل والترحم بعباده. مرضت ولم تعدني، وقيل وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قيل أما علمت أن عبدي فلان مرض، أما لو عدت ولو وجدتني عنده؟ يبقى ربنا يكون قريب منك ومعك وناصرك ورافعك طول ما أنت ضعيف مفتقر. فهمت بقى؟ وعشان كده كان النبي أقرب الخلق لله، لأنه كان أفقر الخلق إلى الله. فقر اختياري، فقر اختياري مش اضطراري، لا ده فقر اختياري، يعني هو شاهد متحقق بهذا موقن بهذا. لما طلع عليه وهو نايم صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، نزل الجيش كله يستريح بكل واحد دور له على ظل الشجرة ونام، والنبي صلى الله عليه وسلم لقى ظل الشجرة فاستراح وعلق سيفه ونام تحت ظل الشجرة، وبقيت الجيش كله نايم ومشي براسه. وأحد الفرسان الجاهليين الكفار المتربيين بالنبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه غورة، ده كان فارس مغوار واقف على الجبل فوق منتظر الجيش يهدى والحركة تهدى وكل ينام ويشوف النبي فين عشان يروح يقتله هو نايم ويخلص الناس منه، على اعتقاده إن النبي ده عمل مشكلة كبيرة في جزيرة العرب لأنه كان كافر فاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نايم وغير مغايم ومعه السجن ولا حاجة خالص، سيبهم تعالى. يجي غورب فاسد قوي، على فكرة غورب ده فارس قاتل مجرم قوي البنية قاتل قلب غير معترف بنبوة النبي وقلبه كله عداء وفي ايده السيف والنبي نايم، يبقى خلاص مقتول مكتوب، مش كده برضه؟ يقوم يقول للنبي ايه بعد ما يحط السيف على نحره، يقول له من يمنعك مني؟ والنبي يستعين يلاقي المنظر، يقوم يقول ايه في الحال؟ الله. ما عادش يفكر، ده دليل ان النبي مفتقر في كل لحظه، لما الافتقار بقى عنده ضروره.
مش متكلف الافتقار. عارف متكلف الافتقار في الوقت ده يتهز يتخط يخاف حتى ينسي على ربه. شوف قد ايه لا تنتهي في لحظة، في لحظة بيجيب على طول الله. يبقى تشوف النبي قد ايه بقى كان حاله مع الله واستشعاره بدوام الافتقار وكمال التفويض لله، يقوم يقع السيف من ايده. شوف ربنا يغطيه بالقوة. هو عاجز دلوقتي؟ عاجز. استشعر العجز لجأ لله، يقوم ربنا يغطيه بالقوة، يروح النبي واخد السيف بقى أقوى ويقول للغورة من يمنعك؟ قال كن خير أخي. كن ما يعرفش ربنا، قال له كن خير أخي يعني تعب وصف. وفي روايات ثانية حسن أخلاقك فإنك لا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تعب وتصفح. وتفوق لينا بكده يا أخي، أنا ما نعرفش عنك إلا كده. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ مش يقوم الجيش وقبضوا عليه وقتلوه؟ يقول له إيه ده؟ إلفت عبوته عنك. يوم الرجل يتأثر وهو ماشي يتأثر من منظر، يوم ما شافش المنظر دي، ده مش بشر معتاد، ده بشر متوكل على الله مستغني لله. ده لو واجه الاكوان هو اقوى من الاكوان، اقوى من الاكوان لا بنفسه بل بالله. فهمت بقى؟ وعشان كده يقول لك خير اوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك وترد فيه الى وجود ذلتك. والناس ما تشعرش كده الا لما يفقد ماله ويفقد عقيدته. شفت بقى؟ اول ما يفقد ماله في شركة توظيف الأموال يبتدي يتوكل على الله ويجتهد العمل. ثم مش بص بقى إنما قبل كده كان متعينا ولم يكن متوكلا، مش كده برضه؟ يقول لك ما بيجي لي بقى كل شهر كده الحتة الفلانية وينام. لا خلاص بقى يقوم ربنا يسلكه ويشوفه هل أنت بترزق من الجهة دي ولا من عندي؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا وأن يعلمنا وأن يحققنا بحقائق العبودية ليغطينا بكمالات العبودية. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.